اليوم حبيت ورجيكم كيف أنا بفرز اللحم المفرومة عندي. إذا جبتوا باكيتات كبيرة، وأحياناً بيجوا باكيتات أكبر من هيك لقيتوهن على السيل وبدكم تفرزوهن، رح ورجيكم طريقة سهلة لتفريز اللحم المفرومة بطريقة سهلة وعملية كتير. أنا طبعاً الباكيت عندي هون، مجرد أني اطلعت عليه لقيته بيساعدني كتير بتقسيم اللحمة بهالخطوط هاي اللي موجودة اوريدي بالباكيت اللحمة. طريقة سهلة كتير، بتجيبوا ورق نايلون. أنا بقطع اوريدي بريفيوس، بقطع ورق نايلون وبخليه بلزقه على الرخامة. ورجيكم كيف باخد قطع بقطعهم اوريدي وبلزقهم هيك على الرخامة وبخليهم جاهزين عندي لحتى تكون عندي عملية الفرد سهلة. بورجيكم الطريقة، كتير سهلة. اوكي، بما انه هن مقسمين في إلهم خطوط، هدول بيساعدوني اعرف وين، يعني ما حيكونوا اكزاكتلي كوزن، ما حيطلعوا كلهم نفس الوزن. انتو بقالي بتعرفوا اذا بدكم باكيت او باكيتين على حسب الاكلة اللي عم تعملوها والاشخاص، كمية للاشخاص اللي عندكم. انا بحب نعمة، بهالطريقة هاي بحب نعمهم، هيك بيسهلوا علي وقت بطلعهم من الفريزر يعملوا ديفروست بسرعة، ما بيطولوا كتير فك الجميد عنهم. شايفين بهالطريقة هاي بلف النايلون عليها منيح، باخد الأطراف بسكر عليهم بهالطريقة هاي بهالرفع هاد. اوكي، هلأ لح زينهم، حكتب عليهم التاريخ. هاي طلعت 133 جرام. اوكي، ولح اكتب عليها التاريخ. انا كمان بس حبيت اوضح شغلة، انه لما بتكون تطلعوا اللحمة من الفريزر، انا بنصح انه ما تخلوها برا. إذا بتطلعوها قبل بليلة وبتخلوها بالبراد، بتعمل ديفروست بالبراد، بيكون صحي أكتر. وللمرة الجاية، باي.